السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتساءل كثير من الناس لماذا لا يؤكل رأس الجمل إذ انتشرت في الآونة الأخيرة أقاويل يتداولها الناس عن أن أكل رأس الجمل حرام ويجب أن تدفن. قالت العرب قديما رأس الجمل يأكل ولا يؤكل، فكان العرب قديما لا يأكلون رؤوس الجمال، وكانوا يستندون إلى أن السبب في ذلك هو أن رأس الجمل تحتوي على دم فاسد ومتجلد بعد الذبح، لأنه ينحر من تحت الرقبة، وذلك لأن رأس الجمل عبارة عن كتلة من العظام ولا يخرج منها الدم بشكل كامل، وهذه عادات وتقاليد شائعة عند العرب. ومنهم من قال إنها لا تؤكل بسبب وجود دود داخل الرأس، وهذا ليس صحيح، لأن بعض الأغنام يوجد داخل رأسها دود، وذلك بسبب نغف الأنف، وهذا يكون مرض عارض بسبب الذبابة الحلزونية التي تضع بيضها بجانب الأنف. وهناك أقاويل أخرى بأن رأس الجمل عبارة عن عظام ولا يوجد بها أي لحوم، وهذه عادات وتقاليد شائعة عند العرب، ولكن لا يوجد مانع شرعي من تناولها، فقد أباح الله عز وجل للمسلمين أكل الجمل بكل أجزائه، لحمها وعظمها، والدليل على ذلك قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، صدق الله العظيم. واستنادا إلى ذلك فإنه يجوز للمسلم أكل رأس الجمل، ولا يوجد نص في القرآن ولا حديث شريف يمنع أكل الجمل. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.